1.5 مليار إلى 18 مليار دولار من المساعدات، وهو الذي كان يقوم بتوزيعها. ما هي معلوماتك الدقيقة عن حجم الأموال التي وصلت، وكيف كان يتم توزيعها على المنظمات المختلفة؟ أنا مش هنريحك وريح المشاهدين. أبو عمار ريحنا والله. أبو عمار منذ 1965 هو كان يصر أن يمسك موضوع المال بيده، من 1965. وكل المحاولات في داخل الفتح لتغيير هذا الوضع كان يرفض أبو عمار، يعني هذا وهم يرضخوا، مما اضطر بعدين صلاح خلف أنه يعمل ميزانية لحاله من الدول الخليجية ومن هون ومن بعض الأثرياء الفلسطينيين بالخاوة بكذا، لحتى يخلص من سيطرة أبو عمار تحت حجة الأمن الموحد. وحتى مسكين الشهيد أبو خليل الوزير كان مرات يجلس في البيت شهر وشهرين، لأنه والله ما عم ينصرف له ميزانية. فأبو عمار قصة المال هي قصة أساسية معه منذ ما تعرفنا عليه في 1965. ماشي.